بيقولوا كل تأخيرة في أخيرة. اللي بيجي الأول بيقلدوه. النهاردة بيقولوا عليه متهور، بس بكرة هيحسدوه. اللي بيجي الأول الدنيا بتعمر عشانه، واللي بيجي متأخر زيه زي أي حد. اللي بيجي الأول هو اللي بيحكي القصة، واللي بيجي متأخر هو اللي بيسمعها. أول واحد الكل عارفه مش لسه بيعرف نفسه، وبيته بيبقى علامة للي رايح واللي جاي، غير اللي بيته تايه وسط الرصة. النهاردة في فرصة تبقى أول واحد في العاصمة الإدارية الجديدة، علشان ميد تاون كان أول حد بنى هناك. اللي راحوا الأول هما اللي ابتدوا المكان، هما أهله ميد تاون، أهل العاصمة.